اليوم في ميوزيك داي لم أحصل أي تعليم موسيقي، تعلمت كل شيء وحدي. أرغب في تقديم الموسيقى المختلفة وأبتعد عن التكرار، وخصوصا تكرار أسلوب محدد. أكثر ما يلهمني الرحلات والطبيعة. مرحبا، اسمي بافلو هرانوفسكي، سأحدثكم اليوم عن مشروع الموسيقي رين. رين هو مشروع آخر لبافلو هرانوفسكي بالإضافة إلى مشروع هوكس للموسيقى الإلكترونية، وأكثر ما يميز رين هو الجمع بين الفولك والموسيقى الإلكترونية، ويبدو أن الفنان نجح في ذلك. سأطلعكم الآن على بعض الحقائق التي تخصني. أحب الكلاب جدا، ويوجد عندي بولدوغ فرنسي واسمه لوي من اسم مسلسل الرسوم المتحركة. أحلم بتعلم التزحلق على الماء وأنا لم أطر بالطائرة في حياتي. أحب الطعام الطيب ولا أحب المطبخ الآسيوي. من حيث التعليم أنا باحث بيئي وأحب البحر كثيرا. أود زيارة أمريكا. أفعل كل شيء بنفسي بدءا من التسجيل ووصولا إلى التدوين والتوزيع. أحلم في تقديم عرض سيمفوني في فيينا. أزاول الموسيقى منذ الطفولة بمفردي ولم أحصل أي تعليم موسيقي. كان لدينا في البيت بيانو عتيق، كانت العمة العجوز تعزف عليه. وأنا أيضا بدأت أعزف عليه شيئا فشيئا، وأدركت أنه يمكنني عزف بعض الألحان وأعجبني ذلك كثيرا. لكنني لم ألتحق بالمدرسة الموسيقية، ربما لأن الرياضة شغلت معظم وقتي في الطفولة. أديت الأغاني في المدرسة أثناء الحفلات المختلفة، ورحت من بعدها في الجامعة أؤلف الموسيقى وبشكل جدي في السنة الأولى. ظهر مشروع رين منذ وقت قريب، صدر في مارس ألبوم الأول. يختلف مشروع هوكس عن مشروع رين بالموسيقى، ففي مشروع هوكس الكثير من الموسيقى الإلكترونية المدمجة مع موسيقى البوب الهندية، في حين أنه في رين هناك ربما ظهور أكثر لموسيقى الفولك. ومن الصعب علي جدا في الوقت الحالي أن أقدم تعريفا دقيقا للأسلوب الموسيقي، فاليوم كل شيء مختلط لدرجة أنه من الصعب علي الاختيار. قررت وأريد أن أقدم الموسيقى المختلفة ولا أريد أن أبقى على أسلوب محدد. أقوم بكل شيء وحدي، أضع التوزيع الموسيقي وأكتبه بمفردي. كلمات وفكرتا المشروعان ليستا مختلفة كثيرا، وإنما الاختلاف موجود في الموسيقى، ولا أظن أن الموضوع مختلف، بل هو نفسه، وهو من حيث المبدأ عن الحب. أظن أنه من الممكن العثور في كل شيء وكل ما يحيط بنا على الإلهام، وهناك بعض العوامل المؤثرة طبعا، ولكن أكثر ما يلهمني هو الرحلات والطبيعة.
لا أؤلف الأغاني المفرحة، لا أعرف ولا أستطيع القيام بذلك. لست أدري لماذا كل شيء في أعمالي كئيب للغاية وحزين. لست من هواة الأغاني السريعة والسعيدة. يعجبني الأمر أكثر عندما يسترخي الناس أثناء الاستماع إلي، أي أنهم لا يرقصون كما يحدث عادة في النوادي، ولكنهم يسترسلون في التفكير. هذه الموسيقى توحي لهم بأشياء معينة، وبما أن النصوص بالإنجليزية يوجد هناك رسالة معينة، وكل متلق يفهمها بطريقته الخاصة. أكتب بالأوكرانية أيضاً ولا أكتب بالروسية، رغم أنني قد أكتب أحياناً القصائد الروسية، ولكن ليس الأغاني. أحب الكتابة بالأوكرانية أكثر، ربما لأن موسيقاي موجهة أكثر إلى المستمع الأوروبي، لأنه من الصعب وللأسف في أوكرانيا مع هكذا موسيقى العثور على المستمعين. هم موجودون بكل تأكيد، ولكن أظن أن هذه الموسيقى تقصد جمهورا محددا أكثر. أستمع إلى الموسيقى وأفضل وأحب موسيقى الأوركسترا السيمفونية. حاولت في ألبوم ليك خولست أن أضيف الأوتار، وساعدتني في ذلك إحدى الفتيات الصديقات تيتيانا تشوك التي تدرس العزف على الكمان في المعهد الموسيقي. في حال استمعت إلى الموسيقى، أحاول ألا تكون من الأشياء الشائعة والأكثر شعبية، ولكن لا مفر من ذلك، حيث يمكنها أن تصلح في كل مكان، ولكنني أحاول عموما وبكل بساطة ألا أنسخ شيئا من أداء الآخرين. وأظن أن الموسيقى أو المادة العالية الجودة هي الأهم. ستعثر على مستمعيك حتما، حتى وإن لم يكونوا بالملايين، فلكل موسيقي مكانته الخاصة. أكثر ما يهمني في موسيقاي أن أشاركها مع الناس، أي لا أستطيع أن أقول أنني أسعى إلى الكسب المادي من ذلك. ولو كانت لدي مثل هذه الأفكار لوضعت مواد أخرى بكل بساطة، مثل موسيقى البوب التي ستكون مناسبة للراديو، ولكنني لا أجد نفسي فيها. توجد رؤى محددة في الموسيقى، وعندما أجلس لكي أؤلف الموسيقى أراها على هذا النحو تحديدا. من حيث المبدأ أعدل الأغاني وأعيد توزيعها لكي تسمع بطريقة مختلفة، فقد تصبح أفضل، وهذا ما يحدث في بعض الأحيان. ولكن عموما هناك معيار محدد خاص بي من الناحية المبدئية. ما هي الموسيقى التي تضعها للتنبيه؟ موسيقى المسيرة العسكرية لجيش الولايات المتحدة. أي من الرذائل تراها الأحقر؟ الشراهة. أمر تتمنى أن تفعله؟ القفز بالمظلة. رايكس أم جيمس بيك؟ خيار صعب. رايكس. الشارب أم اللحية؟ اللحية. آخر اكتشاف موسيقي؟ الجنة. ما هو لون الكرة؟ أحمر. الموسيقى الإلكترونية أم الفولك؟ موسيقى الفولك الإلكترونية. ما المطلوب لقيامي بجولة موسيقية؟ مدير جيد. المفهوم أم العفوية؟ المفهوم.
ريجيسور مخرجة الأغنية المصورة سنجان خروميتس وهي من معارفي وهي مصورة موهوبة قمنا سويا بالإخراج وتوصلنا إلى فكرة أو بالأحرى كتبت أغنية تيلو وأرادت أن توصل شيئا حميميا دون أن تكون هناك أجزاء عارية من الجسد بحيث يتابع المشاهد مشاهدة الفيديو والاستماع إلى الأغنية ويدرك شيئا محددا وهو ما يحدث بين شخصين هذا الحوار بالذات دون كلمات هذا الحوار الجسدي توصلنا إلى مفهوم وليس هناك ما هو صعب في الواقع. وأتمنى أن تحظى الأغنية المصورة بإعجاب الناس فهي تركز بشكل أساس على القيم الجمالية وعلى بعض تفاصيل الشفاه والجسد والوجه. Загаси світло, підійди до мене, ми з тобою як квіти, розквітаєм до неба. Робив
شكرا لقضائكم اليوم معي. استمعوا إلى ألبومي الجديد هوكس. إلى اللقاء.